بينما أشري بجم حكم المساعدة ثانيا، والشمراني ماجد حكم رابع في مباراة اليوم. كرة تصل عند سعيد المولد، يترك الكرة المولد عند بن عمر، بن عمر يمرر كرة أمامية أهلاوية الآن، وانطلاقة من الجهة اليمنى عند سعيد، يمرر كرة المولد وخطورة، الله الله، الأهلي يصل مبكرا لمرمى الفيصلي، المؤشر يسجل هدف أول في الدقيقة الرابعة من زمن شوط المباراة الأول، هدف مبكر، المؤشر يسجل هدف الشخصي الثالث هذا الموسم، لاعب الذي أصبح أساسيا في تشكيلة الأهلي بعد غياب ليوناردو البرازيلي الذي غاب وعاد ووجد نفسه على القائمة الاحتياطية، بينما هنا المؤشر ممتاز، الكرة ممتازة ملعوبة في مكان مناسب، في مكان عند المؤشر، تلقى التمريرة وسجل الهدف الأول لمصلحة الأهلي. جميل الكرة من الطرف الأيمن والتواجد في مكان مناسب من جانبي المؤشر، وهدف مبكر يعطي الاطمئنان بالنسبة للأهلي في مباراة اليوم.